مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم عبر أولى حلقات هذا البرنامج أجندة الساعة، والذي من خلاله نتحدث عن الجدل بشأن التمثيل السياسي بالنسبة للمرأة في حكومة الفترة الانتقالية وتعيين الولاة المدنيين مؤخرا. أرحب بضيفي داخل الاستوديو، الأستاذة هالة الكاربة الناشطة النسوية ومدير منظمة صيحة. مرحبا أستاذة هالة. ايضا ارحب بالاستاذ فايز الشيخ السليك المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء. مرحبا استاذ فايز. اهلا مرحبا. الله يسلمك. مرحبا. اذا اهلا بكم من جديد، وفي اولى يعني هذه المحطات والوقفات نتابع هذا التقرير، ومن ثم نعاود لي نتحدث ونثير النقاط والقضايا المتعلقه بهذا الامر. تابعونا وكونوا معنا. تعرضنا للظلم والإقصاء من قبل حكومة الثورة، ورغم مشاركتنا غير المسبوقة في التظاهرات التي قادت لإسقاط رأس النظام المخلوع، إلا أننا لم ننل ما نستحقه في المشاركة السياسية على مستويات الحكومة والمجلس التشريعي والولاء. هكذا تقول القيادات النسوية السودانية على مستوى منظمات المجتمع المدني والكثير من القوى السياسية. ورغم إعلان مشاركة امرأتين من أصل 18 مقعدا من مقاعد ولاة الولايات التي تم إعلانها الأربعاء الماضي، إلا أن قضية المشاركة السياسية للمرأة ما تزال ساخنة، إذ ترى الكثيرات أنه لا بد من الالتزام بنسبة 40% المنصوصة في الوثيقة الدستورية، إضافة لضرورة تقدير الدور النسوي المعلوم في ثورة ديسمبر. وتزداد القضية جدلا مع استمرار المشاورات بين القوى السياسية والمدنية المكونة للحرية والتغيير لاختيار أعضاء المجلس التشريعي المقبل الذي تأخر تشكيله لما يقارب العام. أنا بفتكر مشاركة المرأة عبان ثورة ديسمبر كان أكبر من مستوى الرجال، يعني ببسالة كاملة، ودفعوا الثمن، احتقلوا وشردوا، وحصل ما حصل، وناس فقدوا أبناؤه وكده. فأنا بفتكر إنه ده يعني ظلم غير مبرر، يعني ده هضم لحق قنن ووقعوا عليه، ودلوقتي إحنا بنتكر الموضوع ده يعني ما ممكن يمشي ساكت. الشيء الثاني، أنا بهني بناتي أكيد أنا بولدون عينوهن واليات دي، ودي عملية جميلة جدا ونحن سعيدين وفرحين بها، اللي ولو إن أقل بكثير من تطلعاتنا، لكن برضو نهنيهم. ودار أقول لهم يا بناتي، دي مسؤولية كبيرة جدا جدا، نحن بالنسبة لنا كنساء بنكون سند ليكم ونشجعكم ونحميكم، لكن برضو بنكون عين عليكم، تنتقد لكن تخط البديل، بمعنى إنه عليكم مسؤولية كبيرة، لازم نحن نكون معاكم، وهم يكونوا عندهم صدر رحب، وأنا متأكد عندهم، ويبلوا بلاء حسنا، لأنه هم كلهم مؤهلات، لأنه ده اختبار لإسكات الصوت اللي بيقول المرأة كان فاس ما بتقرع على راسه. هسه في بعض الولايات حسب ما بقوله يعني انه ما بيقبلوا بولايه المرأة، فهون ده امتحان كبير، يعني مسؤوليه جسيمه غير مسؤوليه العمل الولايه، المسؤوليه بتاعه التبرهن لكل النساء. والكلام اللي احنا عاملينه ده كله انه فعلا هم اثبتوا جدارتهم فيما يختص ليس في العمل العام بل في العمل الولاية، عشان كده ما في زول ثاني اني اوصي بناتي وحفيداتي وأخواتي خيرا بقضية المرأة والصلاة لحقها، لأن 30 سنة الفاتت الحقوق اللي كسبناها في الخمسينات والستينات كلها انتزعت، فيعني أنا أوصيهم خيرا بقضية المرأة اللي هي يكون مسلحين بالمثابرة والوعي والتفاعل. وفي السياق ذاته أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن الفرصة التي أتيحت المرأة في مقاعد الولايات غير مرضية لطموح حكومة ثورة ديسمبر، لكنه أشار إلى أن رمزية التمثيل الحالية تؤكد حسن نية الحكومة وجديتها وسيرها في الاتجاه الصحيح تجاه قضية تمثيل المرأة. وكانت الحكومة الانتقالية وحاضنتها السياسية قوى الحرية والتغيير تبادلتا الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم وجود تمثيل للمرأة في القائمة الأولى للولاة المدنيين. ويستمر التصعيد من قبل القيادات النسوية على مستوى الأحزاب والتنظيمات المختلفة، حيث انتظمت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي وصلت لدرجة التهديد بتقديم استقالات جماعية من مختلف الأحزاب السياسية المكونة لقوى الحرية والتغيير، وسط أنباء عن مسيرة يجرى الإعداد لها لرفض التمثيل النسوي الحالي. توجيهنا في تعيين الولاة أن هناك بس فقط واليتان، يعني من العدد الكلي 18،
أنا سؤالي يعني حتى المرأة في مناطق النزاعات والمرأة بالولايات اللي عندها النزاع من 56 لم تحظ بحقها إلى الآن، يعني حتى حكومة الثورة أبعدت النساء في مناطق النزاعات، حتى الواليتان مثلوا بس في إقليم نهر النيل والشمالية. يعني مثلا أنا في دارفور عندي 5 ولايات، أقل شيء يعني يا حبذا لو كان بس وطن النساء 2 من 5، يعني حتى في ظلم في طريقة التمثيل. يعني إحنا بنمتلك 5 ولايات في دارفور ما في تمثيل على الإطلاق للمرأة. نحن نأمل ونناشد من هنا إنه نحن في كل السودان كنساء بنطلب حقنا كامل من غير أي مجاملة، بنطلب حقنا كاملا ونريد تمثيلا عادلا لكل نساء السودان، ونريد أن نرى النساء في مناطق النزاعات وفي الأقاليم وفي الولايات التي بها نزاعات أن تمثل، لأنه كل يعني من حكومة التغيير، من حكومة الثورة اللي حصلت 70% من المكون للتغيير كان النساء، وفي نساء للآن في معسكرات اللجوء، وفي نساء للآن في معسكرات النزوح، ما في أي تمثيل ولا أدنى ولا مجرد تفكير إنهم هيمثلوا، يعني بكل أسف. وتنصر الوثيقة الدستورية على كفالة تمثيل المرأة بنسبة 40% في كافة مستويات الحكم التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الانتقالية، والتي ستنتهي بعقد المؤتمر الدستوري وإجراء الانتخابات العامة في العام 2022. أهلا بكم من جديد، تابعنا هذا التقرير. أرحب بضيوف داخل الاستوديو، وأبدأ معك أستاذ فايز السيليك. أستاذ فايز، هل ترى الحكومة بأن تكليف أو تعيين امرأتين لمنصب الوالي كافي لتمثيل المرأة؟ على الإطلاق ليس كافيا. رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي أعلنه أو أعلن فيه تشكيل الولاة وتعيين الولاة أكد بأنه تم تعيين سيدتين، ولكن هذه خطوة في طريق طويل. النساء في كل مستويات السلطة بالنسبة لنا في الحكومة ليس كافيا، من مجلس السيادة إلى السلطة التنفيذية نفسها إلى الولاء، ونأمل أن تتم معالجات في المجلس التشريعي نسبة للدور المهم الذي تقوم به المرأة السودانية عبر التاريخ. نعم، إذن ما الذي يعيق تمثيل المرأة في بداية الحكومات المدنية وتعيين الولاة المدنيين بشكل يعني ثابت وبشكل معروف؟ يعني لماذا تدرج؟ يعني طبعا هنالك مشاكل وعوامل كثيرة جدا. إذا أخذنا موضوع الولاة مثلا، في عوامل كثيرة، بعض الولايات مثلا عانت من مشاكل، صراعات، توترات على أساس إثني، على أساس قبلي. بعض الولايات بها مشاكل أخرى كذلك. النساء واحد من الأشياء التي عطلت إعلان مرشحي الولايات أو تعيين الولاة، القوى السياسية أو قوى حرية هي التي تدفع بالقوائم، الأولى و18 والي دفعت بهم الحرية والتغيير ما فيهم نساء. رئيس الوزراء والحكومة حاولوا معالجة هذه المسألة، بيبقى في مشكلة بنيوية داخل الحرية والتغيير وداخل القوى السياسية نفسها. لذلك هذا يحتاج لحوار، يحتاج إلى نقاش داخل مكونات القوى السياسية. القوى السياسية هي في النهاية تعبر عن نوع من الموجودة والسائدة الآن، برغم الوجود المميز للنساء في الحراك الثوري في مقاومة هذا النظام منذ 89. النساء كنا في مقدمة الصفوف، هن من قاومنا قانون النظام العام، وهن من قاومنا عشرات من القوانين المذلة للنساء وللرجال. فلذلك أقول بأن هذا ضد الطموح، لكن
فلنقل هي مرحلة انتقالية، نتدرج ونتدرج إلى أن تأخذ المرأة حقها الطبيعي وحقها الذي يميزها ويؤكد دورها الطليعي في الحراك السياسي السوداني. نعم أستاذ حالة، هل يعني ما تحدث عنه الأستاذ فائز عن يعني طبيعة ولايات بعينها، هو يتحدث عن 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 يعني تكتلات إثنية وقبلية وخلفيات أيضا ربما تعارض عمل المرأة، وهناك أيضا يعني كما يشير ضيفي إلى أنه هناك هشاشة أمنية في ولايات يعني في دارفور، في النيل الأزرق، في جنوب كردفان. هل كل هذه المبررات أو هذه النقاط التي تحدث عنها وساقها هل يعني كافية لأن تجعل من الرجل هو الوالي وتبعد المرأة حتى يعني ولو كان في هذه الظروف الحالية؟ شكرا جزيلا. أول حاجة أنا عايز أحيي زميلاتي وأخواتي في اللحظة دي، هم هسه موجودات في شارع الخرطوم بصدد تسليم مذكرة اعتراضا على عدم تعيين النساء في منصب حاكمات للولايات المختلفة. هسه احنا في اللحظه دي في مسيره نسويه عامره جدا، مفروض تكون في طريقه لمجلس الوزراء ليحترضوا على كل المظالم اللي حصلت للنساء خلال الفتره بتاعه الحكم الانتقالي. وأنا بفتكر في تقديري، أنا بختلف مع أستاذ فايز تماماً، أنا بفتكر أنه لا الحكومة الانتقالية ولا قوى الحرية والتغيير عندهم أي مبرر في أنهم يقصوا أكثر من 51% من سكان البلد كويس اللي هم نساء، وفي أنهم يقصوا النساء أو 51% من سكان البلد اللي بيساهموا في اقتصاد البلد. إحنا الليلة لو عايننا كويس لأنماط الاقتصاد السائدة في البلد دي وللمساهمات الاقتصادية اللي بتعمل النساء في الاقتصاد السوداني على كل المستويات كويس، أنت ما ممكن تتكلم عن دولة مدنية وتقفل شريحة مركزية كويس زي المجموعات زي النساء بتوجهاتهم المختلفة، إذا كانوا النساء في الريف، إذا كانوا النساء في المناطق الحضرية وكده. ففي تقديري الحاجة اللي هسه حاصلة هي تكرار لسيناريوهات قديمة جدا في بنية الدولة السودانية. من تسبب في هذه السيناريوهات أستاذة هالة؟ النخب كويس. إحنا بنمر وبعدين ما في تعلم، نحن بنمر يعني لو لاحظت السيناريو من 64 كويس بتجي نخب كويس بتكون شرهة جدا في إن هي نخب ذكورية في معظمهم بيكونوا رجال، بتقوم بتسيطر على مقاليد الحكم وبتقصي مش النساء بس، بتقصي يعني نخب من وسط السودان كويس في معظمهم، نخب من الإليتس أو من المجموعات بتاعت المستغرب بيفتكروا إنه عندهم استحقاقات وعندهم أحقية إنهم هم يتصدروا بنية الدولة السودانية من غير ما يتيحوا مساحات للمجموعات الثانية بما فيها الإقصاء اللي قاعد يحصل للنساء. فأنا بفتكر إنه اللي بيحصل ده هو ما عنده أي تبرير غير العقلية الإقصائية اللي أساساً موجودة ومترسخة في بنية أو في عقلية النخب السودانية، وهي مسألة موجودة في قوى الحرية والتغيير. يعني الحرية والتغيير يعني في المجلس العالي للحرية والتغيير في 3 سيدات، 2 منهم مجمدات عضويتهم، في سيدة واحدة من 23. في التنسيقية تحت الحرية والتغيير ما في ولا سيدة. يعني أنت بتتكلم عن حراك جماهيري فيه كان بشهادة العالم كله أكثر من 50 أو 60% كانوا نساء كويس. لما تجي للمشاركة كويس في إنه منو اللي بيدير البرنامج السياسي، ما النساء دين ما كانوا موجودات طول الوقت كويس، ما باتوا في ميدان الاحتصام، ما اتضربوا كويس، ما عانوا، ما حصلت لهم كل الانتهاكات دي. وأساسا بتحصل لهم الانتهاكات دي لها زي ما تفضل أستاذ فايز لها أكثر من 30 سنة كويس، بيتحق بتم إقصاؤهم بالطريقة دي زي ما حاصل هسه في الوضع اللي احنا عايشين فيه دي. عشان كده حقيقة المسألة بتاعت عدم تعيين النساء
في الكولا، وأنا حقيقة عندي تحفظ على كلمة ولا وعلى البنية، لأنه أنت ما ممكن يكون عندك حاضنة أصلاً هي ضد المرأة. الولادة جاية من ولاية، والوالي في الفكر السلفي كويس وفي الفكر الكيزاني كويس هو ذكر، وذكر من مجموعة عرقية محددة كويس وكده، فده بينفي تماما الفكرة بتاعت بنية الدولة المدنية. كويس، فهي ذاتها يعني هي ذاتها فكرة كلها مختلة. يعني انت كيف تجيب نساء لحاضنة إرهابية زي دي كويس يعني ووالي وكده، يعني هي دي ذاتها. وانا حقيقة نفسي اسمع من استاذ فايز انه يتكلم في انه كيف الحكومة الانتقالية كويس اللي هي دور الاساسي انها هي تعمل تغيير في البنية بتاعت الدولة السودانية، انها تسمح باستمرار حاضنات اصلا هي مهمتها الاساسية انها هي تقهر النساء. نعم، سنعود للإجابة على هذا السؤال، لكن أستاذ فايز يعني من الذي يكرس لهذا المفهوم الذي تتحدث عنه الأستاذة هالة؟ أنا بتفق تماما مع الحديث اللي قالت به أستاذة هالة، مسألة اللغة نفسها. يعني إحنا المشكلة في إشكال في اللغة العربية نفسها بشكل عام في مسألة الذكورة والأنوثة، يعني حتى تضطر إنك أنت مثلا تضيف حرف مرات أو تعمل شرطة على أساس تميز بين الرجل والمرأة. نعم، فهي دي الناس مفروض تتحاور في لغة إيجاد مصطلحات أو لغة محايدة، ده على مستوى المفردات محايدة مش لغة، على مستوى ما يتعلق بالتوصيف للرجل والمرأة على أساس إنه مفروض يكون في مساواة كاملة. في مسألة الولاية وكلمة ولاية، أنا شخصياً عندي رأي لأنها هي بتدي نفس التفكير السلفي فعلاً، يعني ولاية أمارة حاجة زي كده. فكان في مثلاً الأقاليم أو إقليم أو محافظة أو يعني في مسميات أخرى، لكن الخطأ ما خطأ الحكومة، هو الخطأ الناس اللي كتبت الوثيقة الدستورية نفسها، لأنه اضطروا يستخدموا نفس العبارات القديمة. كان ممكن يكون في نقاش حول المسميات حتى عشان ما نقع في الفخ بتاع المسميات القديمة دي. يعني أنا معترض على وجود كلمة ولاية، لكن أنت ملزم بالوثيقة. نتمنى أنه في اتفاقية السلام مثلا، لأنه في نص بيقول أنه ممكن تتفتح الوثيقة، ومن ضمن الأشياء التعريفات دي نفسها، لأنه التعريفات دي الناس ممكن تأخذها باستهانة، لكن لا، هي بتحكس نمط التفكير الناس الماشية فيهم. لو سمحت لي برضو فيما يتعلق بالحديث الأستاذة هالة في مسألة عدم رضاها من موقف الحكومة مثلا من تمثيل النساء، أنا برضو قلت إنه العدد غير كافي أو النسبة غير كافية، ده مؤكد. لكن في أشياء أخرى اللي هي الحكومة هي مثلث أو أحد أضلع مثلث اللي هو الحكومة، السلطة التنفيذية، المجلس السيادي، الحرية والتغيير. المثلث ده هو بشكل المرحلة الانتقالية والسلطة الانتقالية كلها، وفي نفس الوقت محكوم بالوثيقة الدستورية. يعني في حاجات بتكبل الحكومة التنفيذية ما بتقدر تتخذ كل القرارات من تلقاء نفسها. عشان كده أنا قلت إنه كان في حوار حول بعض الولايات، حول بعض المشاكل مع الحرية والتغيير، هي رشحت الناس. عشان كده الكلام مش للحكومة وحدة، الحرية والتغيير هي معنية برضو بالكلام ده، وده من بداية التفاوض زي ما أشارت الأستاذة هالة. يعني ما ممكن أنت تسمح بتمثيل سيدة أو سيدتين مثلا في وفد تفاوضي وكبير، وفيه أشياء أخرى، فيه إقصاء من نوع تاني برضو كمان مش نوعي بس، حتى على مستوى ثقافي، على مستوى أنا شخصيا كتبت عن المسألة دي من بداية التفاوض. فيما يتعلق بدور المرأة نفسها، أنا بفتكر المرأة السودانية عندها معركة هي نفسها برضو مع نفسها ومع القوى السياسية اللي بتنتمي لها. ما مفروض تسمح للقوى السياسية بأنه تهمشها،
لانه القوى السياسيه مثلا في الاجتماعات بتجيب رؤساء الاحزاب، بتجيب القيادات العليا، لا يوجد تمثيل للنساء في الاجسام العليا، فبالتالي الحكومه ما بتقدر تفرض مثلا على قوى الحريه والتغيير انه لازم تجيب لنا فلانه او تجيب فلان او غيره. دي اشياء داخليه وتكون معركه، وامانه متاكد انه حتى قيادات الاحزاب في كثيرين مؤمنين بالمساله دي، لكن هي مساله بتاعت حراك ومساله بتاعت انتقال ومساله بتاعت تمرحل، والثوره عمليه مستمره، يعني لسه الثوره لم تكتمل يعني انا بالنسبه لي. نعم. طيب استاذه هاله، هناك من يتحدث عن 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 غياب للمراه في الاحزاب والمشاركه الحزبيه الفاعله. يعني بنلاحظ انه غالبا النساء هن عضوات في الحزب، ولكن عندما ياتي الامر لتكوين مثلا مجالس مركزيه للاحزاب تغيب المراه، او يكون هنالك تمثيل ضعيف، وبالتالي تغيب المشاركه في السلطه التنفيذيه وفي مستويات الحكم العليا. هل 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 يعني هذا الامر هو واحد من الاسباب التي ايضا تعيق تقدم المراه في هذا المجال؟ هي الاشكاليه عندها مستويين طبعا. المستوى الاول هو غياب المشاركه، ذات المعنى. يعني ما احنا لما هسه ما احنا اول امبارح كنا قاعدين في ظل حكومه المؤتمر الوطني، كان عندهم كوتا 25%. البرلمان بتاع المؤتمر الوطني كان فيه 30% نساء، وفي عدد بتاع وزيرات كانوا موجودين في حكومه المؤتمر الوطني اكثر من عدد الوزيرات هسه موجودين في الحكومه الانتقاليه نساء، وكان في سفيرات بالمناسبه. لكن حكومه المؤتمر الوطني، حكومه الاخوان المسلمين حكم السودان 30 سنه، أسوأ حكومة عاملت النساء، حكومة مشروعيتها كلها اتبنت على امتهان وزلة النساء، لأنه ده المشروع كله هو كان قايم على المسألة دي. نعم، ولكن الحكومة تتحدث عن أنه بتدي نظام الكوتا 25% بالضبط، وتتيح الفرصة للمنافسة أيضا للنساء. لا، أنا داير أقول لك شنو، داير أقول أنه المشاركة السياسية بتاعة النساء إذا ما بقى وراها مشروع عنده أساسا مشروع هو بيتكلم عن قضايا أساسية زي قضايا المساواة، كويس، زي قضايا العدالة، زي قضايا احترام النساء على كل المستويات، يعني وصاحبته تغييرات جذرية في مسائل قوانين الأحوال الشخصية، كويس، صاحبته يعني إنه نبني مشروعنا القانوني كله، كويس، على مرجعية بتاعة إسلام متسامح، إنه إسلام بيقدر يجيب السودانيين كلهم مع بعض، وعلى المرجعية بتاعت حقوق الإنسان. إذا استمرينا إنه نحن نبني المنظومة السياسية بتاعتنا والقوانين بتاعتنا أصلاً بناء على المرجعية الإرهابية اللي كانت سائدة، إحنا هنستمر نقع في المأزق حتى لو جبنا عشرات النساء وخطيناهم في الحكومة في الأحزاب السياسية. أرجع لنقطتك بتاعت مشاركة النساء في الأحزاب السياسية اللي هي عندها علاقة بالمسألة بتاعت العقلية ذاتها، كويس؟ ما العقلية العقلية دي هي ما عندها تصور لأنه النساء ممكن يكونوا قائدات، أو إنه النساء ممكن يكون عندهم ذهن استراتيجي، لأن هي عقلية أصلاً قائمة على فكرة إنه المرأة ناقصة عقل ودين، إنه إنها هي دي العقلية الأساسية اللي هي حتى أكثر الأحزاب اللي بتصف نفسها إنها هي أحزاب تقدمية هي حقيقة ما مرقت من الذهنية دي. عشان كده يصعب جداً بالنسبة للنساء المتواجدات في الأحزاب السياسية أن يحصل لهم تصعيد لمستوى القيادات، وحتى لو وصلوا لمستوى القيادات النساء ديل بيواجهوا بإشكالات حقيقية جدا. هم لو ما اتواءموا مع الأجندة بتاعة المؤسسة الذكورية والأجندة بتاعت القهر، وبيقوا نسوان مطيعات وبيسمعوا الكلام، كويس، هم صعب جدا جدا بعد ذاك يحصل لهم اعتراف. يعني بعد ذاك بتحصل مسائل اختيال الشخصية، بعد ذاك بيجي الكلام انه دين نسوان صعبات، وبيبتدي انه هم يعني لازم يحطوا من قدرهم باشكال مختلفة وكده يعني. ودي اشكالية حقيقية. عشان كده في تقديري انه مشاركة النساء لازم تجي على خلفية بتاعت مشروع حقيقي نحو تمدين الدولة. ومن الذي يعني يقوم بسن هذا المشروع أو إعداد هذا المشروع؟ يعني إذا كان رجال الأحزاب السياسية السودانية
هم الناس اللي بيعيقوا المسألة والتقدم. رجال الأحزاب السودانية، الأحزاب السياسية السودانية هم أساسا هم جزء من مكون مجتمعي كامل. كويس، ودي مسألة أنا بتفق مع أستاذ فايز إنه هي دائرة شغل كثير، لكن هي برضها دائرة التزام بالمبادئ وبالكلام اللي بتقال. يعني مثلا السيد رئيس الوزراء أول ما جاء وألقى أول خطاب له احنا تفائلنا جدا وقال يا أخواننا المسألة بتاعت حقوق النساء وحقوق المرأة دي هي ما منحة، هي حق أساسي. احنا بعد ذاك يعني بعد التفاؤل ده كله دخلنا في تراجعات فظيعة جدا وصعبة. يعني القوانين ما حصل فيها تعديلات أساسية، السودان لليلة رافض يوقع على سيداو اللي هي الاتفاقية بتاعت إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة اللي هي كل الدول في العالم موقع عليها بما فيها الدول الإسلامية، منظمة المؤتمر الإسلامي فيها بتحفظ لكن على بعض النقاط بتحفظ لكن موقعين بمفهوم المملكة العربية السعودية، السودان، إيران والصومال، دي الثلاثة دول الموقعة على الاتفاقية لكن موقع مصادقة. ومش كده بس، حتى التحفظات دي محل بتاع نقاش بتحصل في كل الاجتماعات اللي بتحصل في المجلس الأعلى بتاع حقوق الإنسان. يعني لما يكون في تحفظ حول موضوع التعدد اللي هي المادة 16 كويس، النقاشات ما مهمة، احنا هنمشي لقدام كيف من غير ما نفتح حوارات حول مواضيع أساسية زي دي. كويس، يعني احنا هنمشي لقدام كيف. استاذ فايز بيفتكر انه في مثلث للحكومه كويس، اللي هو فيه الحكومه المدنيه والمجلس السياسي والمجلس الوزاري. انا داير اسال استاذ فايز لانه ليه الحكومه الانتقاليه ذاتها ليه ما هي ذاتها ما ملتزمه بال 40% يعني في كل هياكلها؟ هي استاذه هاله، انا لما قلت لك مثلث بقصد انه في اطراف اخرى، في أضلاع أخرى بتشاركك في صنع القرار. نعم. القرار في بعض القضايا ليس ملك مجلس الوزراء وحده. مسألة الترشيحات الأولى حسب الوثيقة الدستورية مفروض الحرية والتغيير هي الرشحت، الحكومة ما رشحت، الحكومة ما بترشح حتى في الوزراء. الحرية والتغيير هي اللي بترشح رئيس الوزراء وهي بترشح الوزراء الآخرين. صحيح. صعب جدا إنه يعني عشان كده حصل حوار، الحكومة عندها رؤية وتقدمت الرؤية لكن برضو الحرية والتغيير عندها رؤية. نعم. فتحصل تصادم مرات. نعم. أستاذ فايز يعني خلينا أكمل وجهة نظري، عشان كده أفتكر إنه معركة النساء مفروض تكون داخل أحزابهن. نعم. طيب أنا سؤالي حتى أحزابهن. إذا كان الأمر يعني من هو الحرية والتغيير، يعني ده ظلم واضح، حتى إذا أقرت قوى الحرية والتغيير ينبغي لمجلس الوزراء أن يقر أيضا هذا الخطأ؟ ليس له الحق؟ لا على الإطلاق لا ينبغي أن يقر، وكل المعالجات التي تمت هي من قبل مجلس الوزراء، حتى نعم. اختيار السيدتين من قبل رئيس الوزراء ليس من الحرية والتغيير، لذلك تظل أنا زي ما قلت تظل هي معركة يعني. نعم. مع احترامنا للشركة في الحرية والتغيير وعندهم دور مهم جدا طبعا، هم دورهم السياسي، دورهم في الثورة، دورهم بالتالي هم شركاء. نعم. انت ما بتقدر تفرض كل الأجندة على شركائك يعني. نعم. طيب استاذ فايز، تم تعيين يعني امرأتين، كيف تم تعيين هاتين الامرأتين ولماذا تحديدا في ولايتي نهر النيل والشمالية؟ انا زي ما قلت انه المسألة فيها حوار كثير جدا. يعني مثلا قبل اختيار النساء الحرية والتغيير قدمت القوائم، رئيس الوزراء تحدث مع الحرية والتغيير قال لهم دي القوائم بتاعتكم لكن أنا من حقي أعمل تعديلات، وحصل بعد كده تفويض لكن بعد حوار طويل جدا. وبالتالي في التفويض اللي حصل زي ما أنا قلت في موازنات، يعني في موازنات مثلا حزبية، مثلا في أحزاب رشحت ولاء في مناطق محددة ما صعب يسحبوهم، في حوار طويل تم. في أحزاب مثلا في نهر النيل أو في الشمالية وافقت إنها تتنازل عن مرشحيها مثلا أو المرشحين بتاعنا وافقوا إنه يتنازلوا مثلا. فتمت المسألة بتاعت التوافق بعد حوار طويل، فالمسألة محتاجة نقاش لسه يعني.
وزي ما بنقول انه هم ديل ذاته ولا مكلفين، والمسألة مربوطة باتفاقية السلام. عسى ولعل انه لما تجي الاتفاقية الناس تبني على ما تم وتمشي لقدام، يعني دي تعتبر خطوة. وأأمل ومتفائل جدا انه السيدتين في نهر النيل وفي الشمالية حيقدموا نموذج جيد جدا جدا، وبالتالي هذا النموذج يمكن أن يكون يعني زي دافع وحافز لاختيار في ولايات أخرى. نعم، تواصل حديثنا في برنامج أجندة ساعة حول الجدل بشأن التمثيل السياسي للمرأة، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد، نتواصل في أجندة ساعة لليوم والحديث عن الجدل بشأن التمثيل السياسي بالنسبة للمرأة في الفترة الانتقالية والتعيين الأولى المدنيين مؤخرا. نتوقف عند هذا الاستطلاع ونستمع لإفادة الأستاذة أمينة محمود، عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. الحاصل هسه في الراهن السياسي من مشاركة المرأة، أنا بفتكر إنها حصل لها نوع من الانتكاسة والخزلان. الانتكاسة جاية من إنه بعد كل الإرث اللي قامت به المرأة من نضال وما حققته في الفترات اللي كانت أصعب من كده، أن إحنا بنجي بعد ثورة عظيمة، ثورة ديسمبر، بنلقى إنه بنتكلم عن مشاركة المرأة السياسية. والخزلان حصل في إنه المرأة في الثورة دي كانت مساهمتها مساهمة كبيرة جدا جدا، شهد لها كل العالم وكانت واضحة جدا للعيان. لكن بعد ذاك لما نجي نلقى أن إحنا مشاركتنا في تحقيق أهداف الثورة دي كان ضعيف جدا جدا. وبمرور سريع في لما كان في اللجنة بتاعت التفاوض أو الوفد بتاع التفاوض كانت مشاركتنا بامرأة واحدة وست 12. جينا بعد ذاك لتكوين المجلس المركزي 3 نساء من 23 عضو، التنسيقية ما فيها ولا امرأة. انتقلنا بعد ذاك لتكوين الوزراء 4 نساء، السيادي امرأتان. جينا للولاء واللي هي برضه دي يعني كانت ما مقبولة خالص بالنسبة لنا، إنه امرأتين من 18. كل الأعداد دي بتمثل أقل من 25% من مشاركة المرأة. والمسألة دي بالنسبة لنا نحن بنفتكر إنه الخزلان والانتكاسة دي نحن بنتكلم عن 3 حاجات مهمة جدا جدا، إنه نحن دارين ننتزع حقنا، وكلمة إنه ما حناخد حقنا بل حننتزعه. لأنه بننتزعه ليه؟ لأنه نحن مجموعة بتاعت نساء بنفتكر إنه النساء نساء قويات غادرات مؤهلات. الانتزاع بيجي من إنه إحنا حناخد حقنا من ناس بنفتكر إنهم هم ما حساسين تجاه النوع، وإنه في مغاومة شديدة جدا جدا في إنه ناخد حقنا كامل. الحاجة الثالثة إحنا الوثيقة الدستورية وإعلان الحرية والتغيير اللي هو إحنا بالنسبة لنا دي المرجعية، إعلان الحرية والتغيير بيتكلم البند السادس عن تعزيز حق المرأة والعدالة الاجتماعية النوعية. بنجي للوثيقة الدستورية في أكثر من 9 مواضع بتتكلم عن العدالة النوعية وبتتكلم عن إزالة التمييز النوعي. بيبقى بالحاجات دي كلها إحنا حنشتغل قصاد القصة بتاعت العدالة النوعية وحقوقنا الكاملة في المشاركة السياسية بقوة وبالتفاف حول الهدف، لأنه ده هدف بيجمع كل النساء في إنهم عايزين حقهم في المشاركة السياسية. لما شاركنا في الثورة ما كان الهدف إنه إحنا نزيل النظام ونقعد نتفرج بعد ذاك، يعني إحنا الهدف إنه نشارك في كل تحقيق مهام الحكومة الانتقالية ومهام الثورة وأهدافها. بالنسبة لوجودنا في المجلس الأعلى للحرية والتغيير، زي ما قلت لك إحنا عدد ضعيف جدا جدا
مقارنة بالعدد يعني، ولو إنه نحن من ناحية بتاع الصوت والضغط على على المطالبة بالمشاركة وإننا ننتزع حقوقنا، صوت عالي جدا جدا لأنه مدعوم بكل النساء في الملتفين حول الثورة وتحقيق مهام المرحلة الانتقالية. لكن بيبقى برضو الغلبة بتبقى مرات للعددية. نحن حنصر وحنظل نناضل ونجاهد ويعني نسابر في إنه ننتزع حقوقنا كاملة وحقنا زي ما جاء في الشعار بتاع الحملة، حقنا كامل وما حنجامل، وحنصر على إنه الأربعين في المية دي طبعاً بقت ما فيها نقاش، لأن الأربعين في المية ده حق دستوري، وأنا كل ما مرة بأكد اليوم إنه في المجلس التشريعي ده حيكون بيننا وبينكم المحكمة الدستورية. الأربعين في المية دي أصلاً ما فيها نقاش، يعني إحنا بنناقش في أكثر من الأربعين في المية، لكن الأربعين في المية ده موضوع محسوم. أهلا بكم من جديد في أجندة الساعة، ورحب من جديد بضيفي داخل الاستوديو، الأستاذ فايز السليك مستشار رئيس الوزراء، والأستاذة هالة الكاربة الناشطة النسوية ومدير منظمة صيحة. مرحبا بكم من جديد أستاذة هالة. يعني كان هناك اتجاه ويعني حديث ضجت به الأسفير عن تعيين مثلا نائب والي في كل ولاية كتمثيل للمرأة. هذا الكومبارس يعني في تقديرك يعني هو حل او يمكن ان يمثل نوع من المشاركه للمراه حتى ولو كانت يعني مشاركه معنويه؟ حقيقه يعني انت ده اكسسوار يعني، واللي هي دي نفس العقليه القديمه اللي بتتصور انه انت لما تجيب لك سيده وتقاعدها انت خلاص اوفيت بشغلك وعملك والتزامك تجاه قضايا انك انت قضايا تمثيل النساء، اللي هو نفس الكلام اللي قلناه قبل كده بتاع المؤتمر الوطني او برلمان المؤتمر الوطني. زي ما قلت مشاركه النساء بتجي على خلفيه بتاعة تغيير حقيقي تجاه تمدين الدوله كويس، وعشان كده مشاركه النساء مهمه. هي 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 مساله، هي علاقه طرديه يعني انا ما بتوقع انه مجلس العالي للحريه والتغيير والتنسيقيه اللي هم اصلا فيهم سيده واحده او ثلاثه سيدات على كل المستويات، هم عندهم القدره انهم هم يرشحوا او يشوفوا قدرات بتاعه النساء الاخريات، لانه اساسا هو المشروع كله كويس هو مشروع تقليدي جدا، ومشروع هو امتداد للمشروع القباله، ما تحرك منه كثير في 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 تقديري. فانا بفتكر انه المساله بتاعه نائب والي او غيره دي مزايده حقيقه، حتى ولو كان في 18 ولايه، حتى لو كان في 18 ولايه، لانه اساسا انت ما ممكن تجيب ناس من غير صلاحيات واضحه. انت يعني انت كيف تتجاهل انه انت عندك نساء بيديروا اقتصاد كامل كويس، كيف تتجاهل انه القطاع ده من الشعب السوداني اللي هو اكثر من نص سكان البلد ما عندهم قدره انه يتولوا مسؤوليات ويديروها بشكل فاعل وبشكل مجدي. ما هي دي المسألة الأساسية بتاعت التمثيل. المسألة بتاعت التمثيل هي مربوطة بإنه النساء يكونوا جزء من مشاريع الحاكمية بتاعت الدولة كويس، لأنه إحنا لو بنتكلم هي مسألة مشاركة النساء شنو ما هو استحقاق بتاع مواطنة كويس، ودي مسألة هي موجودة يعني في التاريخ الإسلامي موجودة كويس، في من زمن الرسول موجودة كويس صلى الله عليه وسلم لغاية الليلة كويس. يعني هي مسألة بتاعت انك انت ما ممكن تبني دولة من غير مشاركة المواطنين فيها كويس. المواطنين ديل هم نساء، والنساء ما من الخرطوم مفروض يكونوا، يعني المواطنين دي المفروض تكون المجموعات الموجودة في أغاليم السودان المختلفة. يعني الأربعين في المية دي في تقديري هي مفروض تكون القاعدة
اللي بتحصل بها مشاركة السودانيين من كل المناطق. يعني من دارفور 40% دي لما يجوا ناس من دارفور يشاركوا يكون عندهم 40% نساء موجودات ضمن ال وال 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 وزي ما قلت الإشكالية الأساسية إنه حتى المجلس العالي للحرية والتغيير ما هو ذاك المجلس المتنوع، يعني اللي هو بيضم يعني قطاعات من الشعب السوداني من مختلف مناطق السودان. فأنا زي ما تكلمت في الأول إنه هو غياب في فرق كبير جدا ما بين البرنامج وما بين المشروع، كويس؟ والبرنامج الما مرتبط بمشروع حقيقي بتاع تغيير، يعني هو حقيقة بيكون في مأزق زي ما هو حاصل هسا، كويس؟ أستاذ فايز يتكلم عن إنه هم حاولوا إنهم يعالجوا القصة دي وكده. أنا بفتكر إنه المسألة دي هي قصة واضحة. المكتب بتاع رئيس مجلس الوزراء، كويس، هو مكلبه إدارة المشروع بتاع التغيير، المشروع الافتراضي ده وترجمته وتحويله لواقع معاش، كويس. ومن بداية من مكتب 40% دي مفروض تكون بداية من مكتب رئيس مجلس الوزراء اللي هو باعتبار انه يكون قدوة، كويس، انه يكون فيه نساء عندهم ادوار حقيقية، كويس، وعندهم القدرة على انه هم يكونوا مؤثرين في اتخاذ القرار. لكن الحاصل هسا غير كده خالص. استاذة هالة، يعني انت تتحدثين عن تمثيل المرأة، يعني بداية بمكتب رئيس الوزراء، نعم. كيف يعني ماذا تقصدين؟ أنا بتكلم عن إنه البنية كلها هي بنية ما فيها مشاركة، يعني نسبة 40%، أنا ما أعرف 40% دي، يعني قول حسب الوثيقة الدستورية، لكن هي ذاتها ليه 40%؟ ليه ما 50؟ ليه ما 60% مرات؟ كويس؟ يعني المسألة دي هي مفروض تكون محكوسة في بنية الدولة السودانية على مستوى القيادة، كويس، إنه النساء توكل لهم مهام مساوية للرجال على كل المستويات. البنح شنو؟ يعني البنية ذاتها تحت المكتب بتاع رئيس مجلس الوزراء ما في 40%. نعم أستاذ فايز، الوثيقة الدستورية حددت 40% لمشاركة المرأة في المجلس التشريعي وأغفلت يعني مشاركتها، لم تحدد أي نسبة. كيف يعني تتعامل الحكومة التنفيذية مع هذا الأمر؟ يعني تحديدا ما في نسبة وفي اجتهادات وفي تغول من أحزاب كما أنت أشرت، لأنه لم ترفع الأحزاب وقوى الحرية أو قوى الحرية والتغيير أسماء لولاة مدنيين من النساء. كيف توائم الحكومة ما بين يعني سيطرة جهات محددة وما بين أيضا غياب نص يحدد المشاركة التنفيذية؟ هي غياب النصوص برضو مشكلة طبعا. العقلية برضو مشكلة. أنا بتفق مع هالة في عدد من النقاط ومختلف معها في نقاط محددة، ممكن يكون الرؤية من زاوية مختلفة. لو بديت من حديث عن مثلا نواب ولا أو لا، مسألة الوثيقة الدستورية للأسف الشديد فيما يتعلق بالحكم الاتحادي ما تكلمت كثير. دي ذات مشكلة اللي هي بقت مش المشكلة المرأة فقط بقدر ما هي مشكلة عقلية مركزية أو نخبوية لكل السودان، وده حقيقة. يعني احنا بنقول الكلام ده وجزء من المسألة دي، لكن نعتبره نقد، نعتبره محاولة للتطوير، محاولة للحوار الشفاف والجاد، وجزء من شعارات الثورة دي أو أهداف الثورة هي الحرية السلام العدالة. الشعارات الثلاثة الحرية السلام والعدالة ما بتتحقق بعيد عن الحوار الجاد، الشفافية، الوضوح، الصراحة. فلو تحدثنا عن الوثيقة مثلا سكتت عن الحكم الاتحادي، ودي مشكلة في حد ذاتها. عشان كده حتى الولاء تم تعيينهم حيخضعوا لتقديرات، بعضهم في نقاش ممكن يكون مع رئيس الوزراء في صلاحيات الحاكم أو الوالي، هل حيرجعوا للحكم القوانين القديمة؟ دي أسئلة كثيرة جدا مطروحة، كويس؟ في مسألة النواب الولاء أنا بفتكر المرحلة هي مرحلة توافقية وتشاركية، بمعنى ممكن
ممكن تجي يجي او تجي نائب والي، ده جزء من الكلام عن اللغه اللي كنا تكلمنا عنها. تجي او يجي والي ونائب والي او نائبه، كويس. لكن ممكن يكون في صلاحيات تضع الشراكه او الحريه والتغيير او قمه السلطه مع بعض على اساس يطلعوا بقياده جماعيه، وممكن المراه تشارك في القياده الجماعيه دي. يعني الناس ما ترفض المساله وما تاخذها بالمعنى الديكوري برضو، يعني اذا فيها حاجه ايجابيه وبتدفع لقدام ليه نرفض؟ نبني لقدام. ما انا قلت احنا الثوره دي عمليه مستمره وبتتم بالتدرج، واكيد يعني مش يعني انا شخصيا مش انه مكتب رئيس الوزراء او بتمنى في الانتخابات رئيسة الوزراء تكون امراه، يعني اتمنى في الانتخابات تكون امراه، واتمنى انه مشاركه مش بنسبه 40% التمييز وما التمييز، اتمنى انه يكون تصعيد بالكفاءه من غير التمييز، لانه التمييز احيانا ذاته مرات ممكن يوقعك في مشاكل، ممكن يجيب لك ناس اضعف بفهم التمييز ويجيك ترميز تضليل ذاته، ما يجيك التمييز الايجابي. فانا بتمنى انه ليه قدام الكفاءه هي اللي بتفرض نفسها، ما نتكلم عن 20% ولا 30% بقدر ما واقعيا نلقى 50% 50% 55%، ودي برضو بتفرضها تطور المجتمع، الذهنية ذاتها تتطور أو تتغير، فهي مسألة معقدة، يعني ما مسألة الناس ما تأخذها بالتبسيط. طيب أستاذ فايز، ما هي رؤية الحكومة للوصول للتصور الذي تتحدث عنه أنت؟ الحكومة هي طبعا زي ما أنا قلت هي مرحلة انتقالية عندها أهداف محددة، اللي هي مسألة وضع إطار عام للحكومة المنتخبة اللي هي بتأسيس بعض الأشياء بمعالجات إسعافية في الأزمة الاقتصادية، مثلا في مسألة إرساد عائمة الديمقراطية، الوصول لسلام، بناء عملية السلام. نحن لو كملنا المسائل دي بشكل جيد بنكون رسخنا لما بعد الفترة الانتقالية. فأنا ببتكر الفترة الانتقالية أشبه بجسر أو كوبري ينقلك من ضفة الاستبداد والشمولية لضفة الديمقراطية والحرية. يعني الجسر ده إذا كان متين وقوي بنصل بسلام، إذا الجسر ده ضعيف حنقع في نص النيل أو النهر زي ما وقعنا في 64 وفي 85. فعشان كده الناس تبني المرحلة الانتقالية ومعها كل التحفظات دي وكل الملاحظات اللي عندها قيمة وممكن تعالج في مؤتمر دستوري زي ما معروف وغيره، في مساحات لسه الناس ممكن تتكلم، وأنا متفائل إنه حنصل للحاجات دي لكن ما بالضرورة الليلة. نعم أستاذة هالة، هناك يعني حوار داير و يعني اتفاقيات تدور ايضا وملفات السلام في جوبا وحركات مسلحه الان تتاهب للمشاركه وحركات اخرى لم تلتحق بقطار السلام هي في طريقها ايضا الى الحوار والجلوس لطاوله التفاوض. نتوقع مشاركه كبيره من هذه الحركات المسلحه او الحركات التي يعني هي الان في الخارج، هناك تقاسم للسلطه. يعني ألا تعتقدين بأن مشاركة هذه الحركات وحرصها الشديد على المشاركة وتحديد يعني عدد محدد من الوزارات أو المشاركات أو المقاعد في البرلمان، ألا تعتقدين بأن هذا سيكون خصم على نصيب المرأة الأصلا يعني مفقود؟ شوف أنا في حاجة في نقطة أساسية عايزة أرجع عليها اللي هو قالها أستاذ فايز قبل شوية، قال إن الناس ما ترفض المسألة بتاعت نائب الوالي باعتبار إنه الناس ممكن توصلوا لصيغة بتاعت حكم جماعي إذا كانت بصلاحية محددة، والناس ممكن تشارك مع بعض في الصلاحيات وفي المسؤوليات وكذا. واحدة من الإشكاليات الأساسية بتاعت الدولة السودانية إنه المبدأ بتاع التفاوض والاتفاق هو مبدأ من جذوره ما عادل، لأنه هو
مبني على إنه الناس مفروض ترتضي قيادة محددة. القصة المبدأ الأساسي المعروف لكلمة التفاوض إنه أنت ترتضي إنك تتنازل من جزء من امتيازاتك في نظير إنه أنت تقدر تتواجد بسلام أو في مساحات مع الناس التانيين. تاريخياً في الدولة السودانية دي المسألة بتاعت التنازل عن الصلاحيات هي مسألة ما موجودة. كويس، الناس بيفتكروا إنه التراضي اللي هي الفكرة بتاعت شيخ القبيلة والفكرة التقليدية اللي وإحنا ما مشينا منه عشان نمشي لمساحات الدولة اللي هي بتجيب لك ناس كثيرين جداً كلهم مفروض يعني يقبلوا إنه أنت عشان إحنا نكون كلنا موجودين في المساحة اللي اسمها السودان دي مفروض نقبل إنه نحن نتنازل عن جزء من امتيازاتنا. كويس، عشان ندي مساحات للناس التانيين. لكن أستاذ هل إحنا وصلنا فعلا لمفهوم الدولة المدنية اللي يعني يمكن من إننا ما عندنا حل؟ ما هو يا إما إحنا يكون عندنا نقدر نعمل الحاجة دي أو الطوفان زي ما قال أستاذ فايز نقع في البحر زي ما فتح إن شاء الله ما نقع وإن شاء الله نمشي يعني أنا متفائل جدا إننا هنمشي. فهي دي الإشكالية. عشان كده أنت رجع عليك أول حاجة الحركات المسلحة ما هي اللي بتمثل الممثل الوحيد للسودانيين الموجودين في مناطق النزاعات. السودانيين ديل عندهم أجسام مختلفة بالمناسبة بتمثلهم ومستويات مختلفة من التمثيل. يعني المسألة بتاعت إنه نحن يعني حشر المسألة بتاعت إنه أي زول من دارفور مفروض تمثل حركة مسلحة ده طريقة تفكير غريبة جدا جدا ونهج مختل. كويس، ونهج بيدل على إنه نحن ذاتنا ما عارفين إنه انتماءات أو عواطف الناس الموجودين في المناطق دي أو حتى ديناميكية علاقاتهم الدينامية بتاعت علاقاتهم مع الحركات المسلحة. فيه الناس عندهم مشكلات كثيرة جدا جدا معها، فالفرضية دي ذاتها فرضية مختلة في تقديري. كويس، فأنا بفتكر إنه بقدر ما إنه موضوع السلام هو موضوع حيوي ومهم جدا جدا. كويس، لكن في تقديري مفتاح السلام ممكن تكون الحركات المسلحة هي عندها جزء منه، لكن مفاتيح السلام الحقيقية في تقديري هي موجودة على مستوى الأرض. وأنا بفتكر إنه النساء عندهم أدوار أساسية جدا بيلعبوها في المسألة بتاعت السلام. هل تم تضمين يعني رؤية النساء أو تضمين لدور المرأة أو نصيبها في مفاوضات الحركات المسلحة والحكومة؟ حسب تقديري وجود النساء هامشي جدا في كل المفاوضات بتاعت السلام. مفاوضات السلام احنا اكتر بلد في العالم حصلت فيها مفاوضات بتاع السلام، ومع الاسف كلها مفاوضات السلام ادت لانفاق مظلمه جدا جدا. يعني اتفاقيه اديس ابابا اللي هي كانت اكثر اتفاقيه ناجحه 72 اخلى بها النظام اللي كان موجود نظام مايو الموجود. بعد ذاك كل الاتفاقيات بتاعت السلام ما ثلاثه اتفاقيه السلام الشامل مع الاسف ادت ل انه نحن خسرنا جزء عزيز جدا مع كل الاحترام بأخواننا في جنوب السودان، ولكن برضو كان عندها تبعات بتاعت مآسي كثيرة جدا حصلت. المنهجية اللي بتحصل بها الاتفاقيات دي كلها هي منهجية واحدة اللي هو المسألة فيها الأساسية إنه للناس اللي في يدهم السلاح أساسا، لكن المواطنين المتأثرين وأصحاب المصلحة بما فيهم النساء بما فيهم الشباب كده ما قاعد يكون عندهم وجود. هسه الحاصل في جوبا هي نفس المسألة إنه أصحاب المصلحة النساء والشباب وتصوراتهم هم ذاتها للمسألة بتاعت السلام هي غايبة تماما من الحوار ومن النقاش. المسألة كلها حاصلة فوق إنه أنا بديك كده تديني كده، لكن ما في برجع تاني لكلامي إنه المبادرة كلها ما وراها أي مشروع أو تصور عنده علاقة بالمسألة بتاعت بناء الدولة السودانية. طيب. وأنا بفتكر إنه أنا حقول بس ده أقول كلمة أخيرة، أنا بفتكر إنه المكتب بتاع مجلس الوزراء
كان ممكن يكون عنده دور حيوي جدا جدا في المسألة دي وفي قيادة الشعب السوداني، لأنه مكتب مجلس الوزراء وسيد رئيس الوزراء التفويض اللي كان عنده كويس والزخم الشعبي والثقة الدها له الشعب السوداني هي مسألة كانت بتحليه كويس إنه يقدم نموذج قيادي وتصورات كان ممكن لحد كبير جدا جدا توفر على الشعب السوداني الكثير من المعاناة، تحديدا فيما يخص المسألة بتاع عملية السلام وفقا للوثيقة الدستورية. نعم، طيب أدركنا الوقت ووصلنا إلى ختام حلقة اليوم في أجندة الساعة. من خلال يعني اليوم ناقشنا الجدل بشأن التمثيل السياسي بالنسبة للمرأة في حكومة الفترة الانتقالية وتحديدا بعد تعيين الولاة المدنيين. يعني كنت أود أيضا أن أثير كثير من القضايا والنقاط المتعلقة بهذا الأمر، ولكن نسبة لضيق الوقت نتوقف عند هذا الحد. أشكركم جزيل الشكر هالة الكارب الناشطة النسوية مدير منظمة صيحة، شكرا لك أستاذ هالة. شكرا الأستاذ فايز الشيخ السليك المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، شكرا. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم في أجندة الساعة، حتى الأسبوع القادم أحييكم. محمد خليل الشيخ وتحية فريق العمل، إلى اللقاء.